بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها
لكم أجمعين. الله أكبر. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر. فيه تسيمون. الله ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرك. الله إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. وما رآكم في الأرض الله
إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد.
الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ما أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين قالوا أساطير
ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ألا ساء ما وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقيل للذين اتقوا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار تكين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها
كذلك يجزي الله المتقين الذين يتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم.